الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبت الطلبة أذكركم الآن بعد السلام عليكم بأن في المقطع السابق قدمت كيف نقوم بحساب محددات مصفوفة من هذا الشكل: A المصفوفة A تساوي 5 سالب 3 7 1 5 2 7 8 5، فكانت الإجابة determinant of A اللي هي محددة هذا المصفوفة تساوي سالب 171. الآن سأستغل المصفوفة ذاتها والنتيجة التي توصلنا إليها في المقطع السابق لحساب ما يسمى معكوس المصفوفة inversion matrix أو inverse matrix، وعلى بركة الله نبدأ. الآن كما ذكرت نقوم الآن بحساب معكوس المصفوفة بواسطة ما يسمى مصفوفة العوامل المشتركة cofactors أو the cofactor matrix. الآن بما أن المصفوفة تتكون من 9 عناصر فإن مصفوفة العوامل المشتركة تتكون كذلك الأمر من 9 عناصر أو عوامل 9 cofactors. أول واحد الآن يعني الخطوة الأولى، أول عنصر في هذه المصفوفة A اللي هو 5، نشطب الصف الذي وقعت به الخمسة والعمود الذي وقعت به الخمسة، يبقى لدينا فقط هذه المصفوفة التي تسمى minor أو مصفوفة فرعية باللغة العربية. فطبعا نستخدم القاعدة، هنا القاعدة الكوفاكتور 5 أو of 5 تساوي دائما السالب واحد هو جزء لا يتجزا من الحسابات القاعدة، لكن نرفع هذا السالب واحد للقوة الصف الذي وقعت به الخمسة والعمود الذي وقعت به الخمسة. بما أنه الخمسة وقعت بالصف الأول والعمود الأول إذن واحد زائد واحد، هذا الآن بتلاحظوا لأنه الإشارة سالبة التربيع فتكون إشارة هنا موجبة مضروبة بمحددة ما تبقى بعد ما شطبنا الصف هذا والعمود هذا. الآن يبقى لدينا 5 2 8 5، بنحسب محددة هذه المصفوفة. طيب الحالة هي تساوي موجب هنا 5 في 5 سالب 8 في 2 الإجابة 9. إذن هذا أول عنصر من عناصر مصفوفة العوامل المشتركة. هلا نذهب إلى الكوفاكتور للسالب 3، خلصنا الآن كوفاكتور هنا أو الخمسة، الآن العامل المشترك للسالب 3 يساوي سالب 1 للقوة الصف الأول العمود الثاني، لأنه السالب 3 وقعت في الصف الأول العمود الثاني. بعدما شطبنا الصف الأول والعمود الثاني يبقى لدينا المصفوفة الفرعية التي تتكون من 1 2 7 5 1 2 7 5. إذن هاي السالب 1 مرفوعة القوة تكعيب 3 فتبقى الإشارة سالبة، نحطها هنا الآن أو نضعها هنا. الآن نحسب محددة ما تبقى المصفوفة اللي هي 1 2 7 5، فبكون بالحالة هاي سالب 1 في 5 سالب 7 في 2 الإجابة 9. إذن هذا 9 هو الكوفاكتور للعنصر سالب 3 هذا. الآن نذهب إلى العنصر الثالث في الصف الأول، لاحظوا لي اللي هو 7، إذا نحسب ما يسمى بالكوفاكتور للسبعة يساوي سالب 1 كذلك الأمر، لكن السبعة وقعت بالصف الأول العمود الثالث. لاحظوا لي إذا سالب 1 في الصف الأول مرفوع القوة الصف الأول زائد العمود الثالث، إذا القوة 4، ما يعني الآن بأن السالب تصبح موجبا. إذا هاي هنا موجب في ما تبقى الآن بعد شطب الصف هذا والعمود هذا، يبقى لدينا هذه المصفوفة الفرعية 1 5 7 8، هذه 1 5 7 8 بنحسب محددتها بعد ما الآن نضرب 1 في 8 سالب 7 في 5 الإجابة سالب 27. إذا سالب 27 هو العنصر المشترك أو الكوفاكتور للعنصر 7. نكمل الآن، انتهينا من الصف الأول ننتقل إلى الصف الثاني. إذا الكوفاكتور الأول عنصر بالصف الثاني هو الواحد، فهون الصف الكوفاكتور الواحد بالطريقة ذاتها اللي هو سالب واحد للقوة، للقوة ماذا الآن؟ الصف الثاني العمود الأول، لاحظوا الصف الثاني العمود الأول لأن الواحد هنا وقعت بالصف الثاني بالعمود الأول، يبقى لدينا مصفوفة سالب 3 7 و 8 5. إذا سالب واحد للقوة تكعيب، فتبقى الآن الإشارة سالبة. بنحسب الآن محددة هذه المصفوفة، بطلع عندي سالب في سالب 3 ضرب 5 هذه في هذه، مطروح منها 8 في 7 هذه، بكون الإجابة عندي 71 موجب. إذن هذا الآن 71 هو العنصر المشترك للعنصر
رقم ثلاثة، عفوا رقم واحد بالصف الثاني اللي هو واحد هنا. نكمل بالطريقة نفسها، فكانت الإجابة كما يلي. الآن كوفاكتور الخمسة هذه نشطب الصف والعمود، سالب واحد للقوة ماذا؟ الصف الثاني، العمود الثاني، تكون الإجابة سالب 24. الآن الكوفاكتور الاثنين هذه اثنين وقعت بالصف الثاني العمود الثالث، لاحظوا سالب واحد الصف الثاني العمود الثالث، بما تبقى من مصفوفات بعد شط الصف والعمود، فبكون الإجابة سالب 61. الآن الكوفاكتور للسبعة اللي هي الرقم الأول بالصف الثالث أو العنصر الأول بالصف الثالث، فبكون بالحالة سالب واحد للقوة الصف الثالث زائد العمود الأول، إذا هذه تبقى موجبة في محددة ما تبقى من عناصر اللي هي سالب 3 7 5 2، فبكون بالإجابة هاي الأخيرة سالب 41. وقبل الأخير الآن الكوفاكتور للثمانية، العنصر قبل الأخير، بكون سالب 3 هو العنصر المشترك له أو الكوفاكتور له. وأخيرا الكوفاكتور للخمسة هذه اللي هذه القيمة هنا كانت 28. إذا الآن مصفوفة العوامل المشتركة تتكون من ماذا؟ 9 9 سالب 27 21 سالب 24 سالب 61 سالب 41 سالب 3 سالب 8 عفوا موجب 28. نأخذ كل هذه القيم ونضعها في مصفوفة نسميها مصفوفة العوامل المشتركة أو كوفاكتور ماتريكس كما هو مبين الآن. لاحظوا الآن نضع كل هذه القيم في المصفوفة اللي هي العوامل المشتركة كوفاكتور ماتريكس كما يلي. نقوم الآن بحساب معكوس المصفوفة. الآن هذه الكوفاكتور ماتريكس، هذه الآن هذه القيم 9 9 سالب 27 كما ذكرت لكم، 71 سالب 24 سالب 61 سالب 41 سالب 3 28. الآن الخطوة التي تلي الآن وضع هذه القيم في مصفوفة العوامل المشتركة الكوفاكتور ماتريكس، أن نقوم نقوم بعملية منقول المصفوفة هذه. منقول المصفوفة يسمى الجوينت اللي هي المصفوفة المجاورة، هاي ADJ اختصار للجوينت، ADJINT اللي هي المصفوفة المجاورة لأي نفسها، اللي هي الصف هذا يصبح عمود والصف هذا يصبح عمود والصف هذا يصبح عمود، اللي هي هذه هي الآن. لاحظوا لي 9 9 27 أصبحت 9 9 27 هنا، 71 سالب 24 سالب 61 أصبحت هنا عمود، وأخيرا هذا الصف أصبح هذا العمود. إذن هذا الجوينت ماتريكس. الآن نقوم بقسمة كل عنصر من عناصر الجوينت ماتريكس على قيمة المحددة. قيمة المحددة إذا تذكروا سالب 171. الآن inverse هذه اللي هي قسمة كل واحد من هذه القيم على سالب 171. لاحظوا الآن 9 قسم على سالب 171 هيها 71 مقسم على سالب 171 سالب 41 مقسم على سالب 171 وهكذا. البقية بتكون طبعا الانفرس ماتريكس قيمته هكذا. هذه الآن قيم ما يسمى بالمصفوفة المعكوسة. هذه المصفوفة المعكوسة حتى نتأكد من أننا لم نرتكب خطأ وأنه فعلا هذه المصفوفة المعكوسة، نقوم بتجربة بسيطة وهي أن نضرب المصفوفة الأصلية في المعكوس المصفوفة، إما ضربا في معكوس المصفوفة إما ضربا قبليا أو ضربا بعديا، يجب أن تؤدي عملية الضرب إلى خلينا نقول وجود أو يعني خلق مصفوفة جديدة اسمها مصفوفة الآحاد أو ما يسمى Identity Matrix كما يلي. الآن إذا ضربنا المصفوفة الأصلية ضربا قبليا أو بعديا بالمصفوفة المعكوسة كما ذكر، نحصل على ما يسمى مصفوفة الآحاد Identity Matrix، أي أن الآن هاي A هذه القيمة الأصلية اللي بتذكروا مصفوفة الأصلية، إذا ضربناها الآن بالمصفوفة المعكوسة هذه بنحصل على ما يسمى بال Identity Matrix التي تتكون من فقط 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1، أي أن القطر الرئيسي للايدنتي ماتريكس يتكون من أحد 1 1 1 وما خلاف ذلك كله أصفار أصفار. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجع أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبة الطلبة حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى في موضوع آخر.